بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم وجئنا إلى الفقرة الفقهية، أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. تكلمت مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت عن صلاة الجمعة وقلت إن صلاة الجمعة فرض عين. إيه الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين أنها لا تسقط عن أحد من الرجال، وفرض الكفاية أنها إذا فعلها البعض سقطت عن الباقي، زي صلاة الجنازة. صلاة الجمعة فرض عين على البالغ العاقل الحر المقيم المتوطن في البلد الذكر، لا تجب على المرأة، لكن إن صلت سقط عنها صلاة الظهر. طيب، قلت شروط وجوب الجمعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، عندما يصير ظل كل شيء مثله، لما يبقى ظلك قدك كده مرة واحدة يبقى ده وقت صلاة الإيه؟ وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت صلاة الظهر. لا تنعقد صلاة الجمعة قبل هذا الوقت، ما يجيش واحد الساعة 11 يقول لك يلا نصلي الجمعة، ما ينفعش، لسه ظل كل شيء ما بقاش مثله، ما بقاش زيه قده يعني. طيب، بما تنعقد صلاة الجمعة؟ العلماء اختلفوا في العدد اللي تنعقد به صلاة الجمعة. الأحناف، مذهب الأحناف، قالوا 3 سوى الإمام، يعني لو في 3 مع الإمام يجوز ان هي تبقى جمعة. المالكية قالوا لا، 12 رجل سوى الإمام. الشافعية والحنابلة قالوا لا، يشترط لصلاة الجمعة ان العدد يبقى 40 ولو بالإمام، يبقى 40 واحد يحضروا صلاة الجمعة. والاختلاف رحمة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اللي ياخد برأي الأحناف صلاته صحيحة 3 من غير الإمام، اللي ياخد برأي المالكية صلاته صحيحة 12 غير الإمام، اللي ياخد برأي الشافعية والحنبلة 40 ولو بالإمام صلاته صحيحة. وإن كنت أرى أن العدد الذي تنعقد به الجمعة لا يقل عن 40، ده رأي إيه؟ رأي الشافعية والحنابلة، عشان يبقى في عدد موجود قدام الشيخ في الجامع. وإن كنت أرى أيضا أن تقتصر الجمعة على المسجد الجامع، وده اللي موجود دلوقتي، أغلب الزوايا لا تقام فيها جمعة، والجمعة تبقى أفضل في المسجد الجامع. والمسجد في فرق بين المسجد والمصلى، ناخد بالنا، الزوايا اللي موجودة تحت العمارات دي اسمها مصليات، يبقى اسمه مصلى مش مسجد. إنما المسجد هو إيه؟ المسجد ما كان فضاؤه هواء، مفيش حاجة فوق المسجد، مفيش مباني فوق المسجد، هواء المسجد مسجد وفضاء المسجد مسجد. إنما المصلى بيكون تحت عمارة أو بيكون في مكان معين وفوق مباني فوق هذا المكان، ده ما يبقاش مسجد، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مصلى. مكان صلاة الجمعة اختلف الفقهاء، هل نصليها في المسجد ولا نصليها في الفضاء في المكان الواسع؟ والراجح ورأي الجمهور في هذا أن صلاة الجمعة تصلى في المسجد، لأن هذا من فعل سيدنا رسول الله، جمع الصحابة في مسجده النبوي الشريف وصلى بهم الجمعة جماعة. ده الأفضل، إن صلاة الجمعة تبقى فين؟ تبقى في المسجد. حكم صلاة الجمعة، ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الجمعة، الخطبة والصلاة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يصلي. الخطبة أركانها إيه؟ أركان الخطبة الحمد والثناء والشهادة والوصية بالتقوى، وإنك تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، آية وحديث والدعاء. يعني لو الشيخ صعد المنبر وقال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وبعدين دعا وأقيمت الصلاة أو جلس جلسة الاستراحة أو أمل الخطبة الثانية، الخطبة صحيحة.
الخطبة صحيحة طالما توفرت على الأركان الحمد والثناء والشهادتين والوصية بالتقوى وآية وحديث والدعاء. هذه هي أركان الخطبة التي تنعقد بها خطبة الجمعة، وهذا فعل سيدنا رسول الله. كانت خطبة النبي قصدا، يعني إيه؟ يعني وسطا، لا هي فيها تطويل ممل ولا تقصير مخل، الوسط القصد بين الطول والقصر. وكانت صلاته أطول من خطبته، كان بيصلي الجمعة سيدنا النبي بصورة الأعلى في الركعة الأولى وصورة الغاشية في الركعة الثانية، يعني ما تكملش 10 دقائق، وإن الخطيب يخطب 10 دقائق هذا من صميم السنة. لما تقف على المنبر تقول لك ساعة والناس تنام منك، هذا ليس من سنة الحبيب الشفيع. ربنا يجعلنا من المتبعين الصادقين لسيدنا رسول الله في اتباعهم، اللهم أمين. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، ويجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون، اللهم أمين. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.